زوم عليه اذا كان مش مسدس. لا بس طيب جاء اي اي اوه خلاص طيب مجان لحد يحكي يا ولد لحد يعني كذا يا ولد مجان مجان صور صور بالتليفون إيه صور صور لا صور بس طني مجال طني مجال حمار حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي موجود في شاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها. الفيديو اللي طلع بالبداية ما له علاقة بالموضوع بس راح نحكي عليه. اللي يحب يشارك بالبرنامج يقدر يشارك ويانا عن طريق الأرقام التالية، ذني رقمين إذا تشوفوها أمامكم، ذني للاتصال من داخل العراق، أي شخص داخل العراق من زاخو للفاو تقدر تتصل بينا على واحد من هالرقمين اللي موجودات أسفل الشاشة. أما الرقمين اللي راح يطلعن هنا، ذني الرقمين الاثنين إلى خارج العراق، أي شخص عايش خارج العراق يقدر يتصل بينا على واحد من ذني الرقمين. فعدكم أربع أرقام، رقمين للداخل ورقمين للخارج، تقدرون تتصلون بينا بأي وقت من أوقات البرنامج. أما هذا الرقم هذا مخصص لبرنامج واتساب، يعني أكو هواية يدزون رسائل عتب وواحد يقول ليش ما تخابروا وردوا خاطر الله وما عندي كلام مهم. أخي العزيز أنت من دا تتصل على رقم الواتساب ما يبين عندنا، ما ينظهر عندنا أنه أنت دا تتصل، لأنه برنامج الواتساب أو رقم الواتساب المخصص للبرنامج فقط للرسائل النصية. إذا ما قدرت تحصلنا على الأرقام الثانية تقدر تدزلنا رسالة على هذا الرقم، أما أنه تتصل على هذا الرقم فما حد راح يجاوبك. أرجو أنه يعني تعذرونه، أرجو أنه ما تزعلوا من عندنا، وأرجو أنه تعرفون أنه إحنا مو مريد نرد عليكم بس ما يبين يمنا. بداية الفيديو اللي شفتوه بعد شارة البرنامج هذا، الأتاوات اللي تقوم بها الميليشيات، هاي الميليشيات اللي تأسست عن طريق فتوى، الفتوى صارت وراء اللي راح نحكي عليه اللي هو موضوع حلقتنا اليوم 11 حزيران. البارحة الذكرى السابعة لسيطرة تنظيم الدولة داعش على مدينة الموصل. البارحة الذكرى السابعة للفيديوهات اللي طلعت على شاشة التلفزيون وعلى الانترنت وعلى صفحات اليوتيوب والناشطين، لما شفنا القادة الأمنيين والضباط والجنود نزعوا البدلة العسكرية ولبسوا دشاديشهم وانهزموا. البارحة الذكرى السابعة لبداية الألم، البارحة الذكرى السابعة لبداية الدمار، البارحة الذكرى السابعة لبلاوي هواية صارت، تغييب، تهجير، قتل، خطف، دمار، سيطرة من قبل جهات غير مرغوب بها على المحافظة، وراها إعادة السيطرة من قبل القوات الأمنية على المحافظة، وراها إعادة التهجير الثانية لأبناء المحافظة، وراها اللي سيطروا على المحافظة ما قدموا شيء لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى الإدارة المحلية اللي يبدو أنه هي آخر همة تفكر بهموم أبناء المحافظة. فالبارحة كانت البداية للنهاية، نهاية
المأذنة الحدباء نهاية حضارة، نهاية ثاني أكبر مدينة بالعراق، نهاية أمور كثيرة. فإحنا اليوم نريد نحكي بما يخص الموصل. أتمنى من أبناء الموصل أولاً أو بشكل خاص وأبناء العراق بشكل عام، شنو سبب سقوط الموصل برأيكم؟ هذا السبب ليش سقطت؟ من السبب؟ ليش لليوم ماكو شيء ينصف أبناء المحافظة؟ إن كان سقوط الموصل بخيانة أو بتهاون أو ب يعني شلون نسميها جبن، هو جبن خيانة، عدم أداء الوظيفة الأمنية بشكلها الصحيح، الجيش يعني ما أدى واجبه، عدم القيام بواجبات المناط بيها. يعني المفروض لما أكو جيش في محافظة المنينة وبمدينة الموصل ويجي عليها خطر خارجي، المفروض الجيش هو أول من يدافع عن هذا الخطر، لكن في يومها شفنا الجيش والضباط والقيادات لبست دشاديش وانهزمت. ليش ما حد تحاسب منهم؟ ليش ما شفنا القيادة الأمنية اللي كانت موجودة بالموصل قبل سقوط الموصل قبل 10 حزيران؟ ليش ما شفناهم خلف القضبان؟ القضاء وين من اللي صار بالموصل؟ نور المالكي اللي كان رئيس وزراء، رئيس وزراء عند قيادات أمنية هو القائد العام للقوات المسلحة حسب الدستور، رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة. لما صار عند انفلات أمني بهذه الصورة وسيطر التنظيم بعيدا عن شنو هذا التنظيم، ماذا نحكي به هو شنو وليش إجا ومنه جابه وشو، ماذا نحكي به؟ لما عندك قيادات أمنية وأنت القائد مالتهم وتهاونوا بعملهم وانهزموا وتركوا أسلحتهم ودباباتهم وآلياتهم ومعسكراتهم ولبسوا دشاديش وانهزموا، ليش ما شفنا محاسبة نور المالكي؟ ليش ما حاكموا؟ ليش القضاء مساءلة؟ ليش البرلمان مساءلة؟ ليش ما اجى واحد وقال له تعال يا نور المالكي انت ثلث العراق نطيته، شلون وش سويت حتى ترجعه؟ وش قدمت للمدنيين اللي طلعوا مهزومين؟ احنا شفنا عندنا اتصال، احنا شفنا انه اكو تهجير، بس ما شفنا انه اكو اعادة توطين، اعادة بناء، اعادة اعمار، بس شفنا تهجير ثاني هم قسري، رجعوهم من مدنهم مثلا غصبا ما عليهم بالوقت اللي مدنهم هي مدمرة 80%، الموصل تدمرت 80%، انقتل من ابنائها في وقت المعارك 40,000 واحد، ذولا دمهم وحقهم وين؟ محمد من ديالى حياك الله يا محمد. محمد محمد انقطع الاتصال وياه. صباح من بغداد حياك الله يا صباح. السلام عليكم استاذ افهم. عليك السلام والرحمه والاكرام. طبعا باليوم هاي تمر علينا ذكرى، هي ذكرى اليمه نعم لتدمير الموصل وتخريب الموصل. يعني احنا كل العراقيين اكتشفوا هسه حاليا ان عصابات داعش الارهابية بذاك الوقت ما يتجاوز عددهم 150 شخص اللي دخلهم المدن، فاللي كانت القوة اللي الحكومية الموجودة بذيك الفترة 3 فرق عسكرية وشرطة اتحادية وافواج طوارئ والصحوات وكل شيء موجود بالموصل، واللي يسموهم هم مجاهدي هسه مجاهدي الغفلة، فكانت قوة عسكرية موجودة تابعة إلى وزارة الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية. نعم. كل هذول انهزمهم أمام 150 إرهابي، وهي كلها مدبرة ومقصودة ومخطط لها من قبل قاسم سليماني. المقصود تدمير الموصل عن بكرة أبيها وحرق الموصل بالكامل، هو هذا اللي صار. طبعا
طبعا المجاميع الارهابيه اللي تكونت وكثرت بعد احتلالهم للموصل الدواعش، كثرت اعدادهم بسبب يعني الجيش لبسهم بشاديشهم، الضباط انهزمهم، كلها انهزمت، اسوات انهزم، جهاز مكافحه الارهاب، الاتحاديه، الداخليه، افواج الطوارئ، الجيش، كل انهزم امام 150 واحد مقصوده، وعافم الاسلاح وعافم الذخائر المن لهاي المجاميع الارهابيه. المشكله كان مخطط لها هي التحرير، اللي يسمونه التحرير، هو هذا مو تحرير، تخريب، لان الموصل تربعت بالمدفعيه اللي كان يقودها المهندس وكان يقودها قاسم سليماني، المدفعيه اللي دمرت الجانب الايمن والايسر بالكامل، ما حسبهم حسابات ان اهالي موجودين مغلوب على امرهم، ما حد راضي على المجاميع الارهابيه الداعشيه الموجوده بذاك الوقت. التدمير كان مقصود، يسموه تحرير، هو مو تحرير، يعني وقعت الناس الابرياء اهالي الموصل بين يعني مطرقه داعش ومطرقه الحشد ومطرقه الحرس الثوري. يعني بعد ماكو دوله، ماكو قانون، يعني المفروض الدوله تتعامل مع هيك موقف، اكو جيش عندكم مدرب والقتال في المناطق المبنيه وتقدر تحررون الموصل، مو تدمير، يعني بحيث الأنقاض الموجودة حاليا جواها جثث أطفال ونساء وشيوخ لحد الآن ما حد يقدر يدخل لها لأن الحشد مسيطر، ويعرفون إنها وصمة عار، هذا التحرير مو تحرير حقيقي، وصمة عار في جبين الحشد وفي جبين الحكومة المركزية ووزارة الدفاع، لأن إجراءاتهم كانت مو صحيحة. قاسم سليماني استخدم كل الذخائر والراجمات والمدفعية والصواريخ في تدمير مدينة تطهير عرقي، لأن هي الموصل منطقة سنية، فكان مقصود كل التدمير الموجود. والمصيبة الثانية الممرات الآمنة اللي دعا لها رئيس الوزراء واللي دعت لها القوات الأمنية، ممرات آمنة كاذبة، كلها ممرات تؤدي إلى من للميليشيات الطائفية الموجودة، وتم اعتقال الشباب والكبار السن وتم قتلهم بالكامل. يعني هاي مصيبة، والمصيبة الطامة الكبرى اللي تهجرت الناس، العوائل والنساء والأطفال، أيضا تم تدميرهم، لحد الآن يعانون بالمخيمات وما حد يرجع، وصارت صفحة هو صراع العشائر الموجود بالموصل، ما حد جاي يحله من سياسية السنة الموجودين يمثلون الموصل، ما حد جاي يقدر يحل هاي في سبيل غلق كل المخيمات والموجودة اللي هي وصمة عار، نساء عراقيات ماجدات موجودات بخيم بهذا الحر الصيف وهذا الوباء كورونا، ما حد جاي يفكر بيهم. مشكلتهم مو عد سياسي ولا عد برلماني ولا اي شيء، المشكله موجوده عد الحشد ما يقبل يحل المشاكل هاي مال المخيمات، ولا يقبل يسلم الملف الامني بالكامل الى اهالي مدينه الموصل. يعني باقي مسيطر على مكاتب اقتصاديه ومنابع النفط والمناطق الصراعات الموجوده على هواي مناطق يسموها يعني اللي الكراد يداعون بيها والسنه يداعون بيها. وقعت الناس هسه جاي تعاني، لا الحكومة عندها القوة والشجاعة على أن تسليم المنطقة إلى أهاليها، ولا الحشد هو راح ينسحب ويتهيكل. يعني احنا وقعنا ضيم داعش وضيم الحشد المقدس، الناس وقعت ضحايا بيناتهم، والضحايا أكثر من 40,000 أستاذ أفل، مثل ما قلت أنت، لا الضحايا أكثر. لا أنا أقصد 40,000 أستاذ صباح هي أثناء المعارك، يعني هذا الرقم اللي أعلنوه بعد انتهاء المعارك. هم ليش ما يخلون منظمات تدخل، منظمات حقوق الإنسان وغيرها تدخل إلى مدينة الموصل هسه، والإعلام الدولي والإقليمي يدخل الإعلام ويصور الحقائق الموجودة عن ما دمر بالموصل؟ ما يقدر يخلون، لأن وصمة عار في جبين كل رؤساء الوزراء اللي استلمهم هاي الفترة، من المالكي إلى حيدر العبادي إلى عادل عبد المهدي وحاليا مصطفى الكاظمي، كلهم متفقين على تدمير المناطق السنية وتهجير أهلها. المقصود بهاي كل العمليات، سواء رهاب داعش أو الحشد أو الحكومة، مقصود تهجير السنة من مناطقهم، في حزام بغداد الطارمية وفي صلاح الدين وفي الأنبار وبكل المناطق، وديالة اللي جاي تعاني الأمرين، كل الحرس الثوري موجود في ديالة، بدر والعصائب وغيرها، متقاسميها وجرف الصخر تابعة لحزب الله وغيرها، ميليشيات كلها طائفية هي اللي مسيطرة، وهي أقوى من الدولة، أقوى من الدولة. والدليل الأخير مال قاسم مصلح، طلقم صراحة وهو مجرم، وعلي إثباتات من أهالي اللي قتلهم تسجيل صوتي إنه هو هدد الناشطين السياسيين وهو قتلهم، إذن ماكو دولة. لا
دولة ميليشيات احنا يقودون الحرس الثوري والعتاقة والتبعية وغيره. نعم. شكرا شكرا لك اخ صباح. ابو محمد من الموصل، حياك الله ابو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله والإكرام. تحية لك ولذاتك الكريم أذاك الله في دين. حياك الله أخوي العزيز. والله أستاذي الأسك العزيز يعني الأول والأخير المسؤول عليه المالك. يعني المالكي من صار المالكي باع الموصل باع الله بذلك. مناطق سنية بالتحديد. باع المالك. نعم. أول والأخير مسؤول عليه المالك. الله من الشيات والحج السعانة أمن وصل بقوم الله وكيف بإذن من الشيات حشد وهاي تعطيك والتهجير ولحد الآن لا عمار راس وميرو لحد بعد ما هو أي عمار بابي منطقة القديمة على على حد الأشياء ما هو أي شيء يعني اي والله خدمات ما كل شيء الاول والاخير المالك يلا احكي حبيبي ان شاء الله وين الحكومه؟ حكومه واقف حكومه واقف هسه بيد الحشد اللي ابغى مناطق مثل ما تفضل الاخ قبل شويه على ناس المطرح اطلقوا سماحه هذا الجانب مجرم مجرم قتل متظاهرين وقتل. نعم نعم شكرا شكرا لك ابو محمد واعتذر من الساده المشاهدين اذا اكو بعض الكلمات ما فهمتوها من ابو محمد بس المشكله يعني اكيد لا عندنا ولا عند ابو محمد المشكله هي بقضيه الاتصالات اللي ما حد يحلها وما حد يعطيها بال. ابو مصطفى من الموصل حياك الله يا ابو مصطفى. حيا استاذ فل السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. استاذي العزيز بالنسبه للموصل الموصل مقصودة من قبل ثلاث جهات. نعم. الجهة الصهيونية المجوسية الأمريكية وهناك كثير من العملاء اللي دمروا الموصل من على العراق نقول للأسف الشديد للأسف الشديد عندنا الممثلين من لا حكومة هذه اللي موجودة في بغداد ولا الموصل وغير ذولي ما يمثلون الموصل وأهل الموصل وأهل السنة أي نقول العراق للأسف الشديد يعني من يطلعون حوار بالقنوات الأخرى البرلمانيين وغير البرلمانيين ومحافظين وكذا يقولون ما يقدر يكون الحقيقة بس عندك محمد العبد ربه محمد نوري العبد ربه هذا وهم ما يقدر يستدري أن يقول الواقع اللي يمر بالموصل وعندك الأخ الشمري هذول عبد الرحمن الشمري هذول بس ما يقدرون لأن ما عندهم ظهر كليتهم خونة وكل من محافظهم الى برلمانيهم كلهم يركضون ورا الدينار مضيعين حتى ضباط الشرطه الكبار مدير شرطه مدير مرور المفاصل الباقيه دا يلعب بيهم الميليشيات هم دا يقبلوا لانهم هم حراميه هم نكسين فاللي مدمر العراق هم بالدرجه الاولى امريكا هي اللي سانده الميليشيات الايرانيه كل اليوم امريكا ما تقدر الميليشيات الايرانيه لكن هي مستغليه ودتينها بشفرات العراق واليوم بالنسبة للموصل منتهي آخر نهاية وكثير من أهل الموصل يعني ما رجعوا لحد الآن لأنه يعرفون إيش أقوى الموصل الزيانين كليتهم ما يقدر يرجعون واللي الموجودين ترى لا حول ولا قوة ما يقدر يوم ما يقدر يجيبوا لهذا يعني شبعانين ضيم هذا الواقع المرير اللي مفاصل دولة مدينة الموصل كليتها منتهية يعني الشريف ما يقدر يحشي بس يحشي يقول لهم هذا حلال وحرام يقول له أنت داعشي وكأنه يعني ترى هم أنقش من الدواعش خاف يقولون الدواعش والله العظيم من تجي حقيقة الدواعش صحيح هم نكشي لكن هم بعد أكبر لأن نور المالكي الهالكي وأمثاله النجكيسين هم اللي طلعوا الدواعش وخلعت له واللقاء اني جاء في ايام زمان خلي يطلعون ويظهروا عليهم حتى يعيد لهم الذاكره شلون كان يحاروا لو تقبل لو 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 خلى الدواعش الدواعش من طلعوا من سجونهم وكثير من الناس منهم من اهل ال تنقول للاسف اقولها الشيعه مو شيعه الشرفاء في الجنوب المتخاذلين كانوا جايين بس ملتبسين لابسين المذهب السني مسويهم لحايا وكذا الايران الامريكان نفس الوضعيه والايرانيين نفس الشيء كانوا يحصلون يجولون بالموصل يقتلون
ويعملون ما عملوا بالموصل. هذه كلها ميخة في الشعب العراقي، لكن الشعب العراقي لا حول ولا قوة. نعم. والله لو اكو همة، للأسف الشديد لو اكو همة، ترى احنا ما احنا ساكتين، لكن دع نجرع السم يوميا، يوميا احنا أموات أحياء. نعم. مع كل الأسف على العرب اعتقاد العرب. ونطلع على كل من شارك باحتلال العراق ودمر العراق، العراق بلد الخير، بلد الصناعة، بلد التجارة، كل شيء هو كان، حتى أصبحنا مقادي على إيد اللؤماء. الله لا يرحم كل من شارك بغزو العراق. الله لا يرحمكم يا حكام الخليج وخاصة السعوديين والكويتيين والقطريين، الله لا يرحمكم إن شاء الله. أبو مصطفى بس يعني أخوي العزيز، يعني إحنا قضيتنا هسه الموصل، ما نريد نحكي بمواضيع أخرى. أبو مصطفى بعدك وياي؟ نعم نعم. فإحنا قضيتنا تدري ايش عايشين بينا احنا أبو مصطفى. أنا نعم. أنا سؤالي ليش سقطت الموصل؟ سقطت الموصل بسبب خونة نور المالكي وعوانه ب والمادية من سوريا. احنا كلها واقعة على يدنا بشأن الحالة. الحالة اللي جرت أول من قامت أن نور المالكي أهلك الموصل. أساسي كثير من الناس يطلعون على الشاشة يقولون لا الموصل كانوا يطبلون الداعش. نعم. شكرا 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 لك ابو مصطفى. ابو شيماء من بغداد، حياك الله يا ابو شيماء. ابو شيماء انقطع، اتمنى يرجع لنا ابو شيماء حتى نسمع رايه بالموضوع. يعني تعرفون انه خساره العراق هو مو بس مدينه، يعني العراق من 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 راحت الموصل وصار اللي صار بيها، و80% من الموصل تدمر. مرقد النبي يونس راح، مأذن الحدباء بجامع النور الكبير اللي عمرها أكثر من 900 سنة تفجرت وراحت، أقدم مأذنة وأعلى منارة بالعراق، إضافة إلى تدمير آثار البلد، تدمير حضارته، تدمير مدينة كاملة، تدمير وتفتيت مجتمع بأكمله نتيجة وجود شخص ما عنده مسؤولية اللي هو القائد الأمني أو القائد العسكري بالمحافظة، وجود شخص أكبر ما عنده مسؤولية أيضا اللي هو رئيس وزراء بذاك الوقت نور المالكي، ونتيجة وجود أو تسليط على رقاب العراقيين شيء اسمه تنظيم داعش. أبو شيماء من بغداد رجع لنا، حياك الله. الله يسعدك حبيبي. ويساعدك يا قلبي. هذا حبيبي لك أعدل وشون أعودي وأعدل. فالمفروض الشغل أنه هذا العزيز يقولون الحشد، الحشد هو شنو؟ الحشد هو لو مو الحشد كان موصل ما بقت موصل يا أخي. ها ولا مو الدور الإيراني والشهيد قاسم سليماني، ما موصل ما تحررت. يا دور يا دور يا دور أخوي، دور الجمهورية الإسلامية، دور الجمهورية الإسلامية اللي فجرت المرقدين عسكريين وأججت الحرب الطائفية، دور الجمهورية الإسلامية في قتل أبناء العراق، دور الجمهورية الإسلامية في تهجير أبناء العراق، دور الجمهورية الإسلامية في وجود أكثر من 80 إلى 90 مخيم، دور الجمهورية الإسلامية في تهجير وتشريد أبناء جرف الصخر وأبناء الأنبار وأبناء الموصل وأبناء صلاح الدين. يا دور هذا اللي تحكي لي عليه للجمهورية الإسلامية حتى تفتخر به. لو الجمهورية الإسلامية صحيح مثل ما أنت تقول كان شافتنا مراجلها بالقدس ويعدها فيلق اسمها فيلق القدس. إيش ده تحكون؟ أستاذ العزيز بالنسبة لك، أستاذ العزيز بالنسبة لك أنت وجهة نظرك، أنت وجهة نظر المحبة يعني بالنسبة لا 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 أوقف أوقف وجهة نظري حبيب حبيب الأرقام اللي كانت طالعة تقول من موجودين من تنظيم الدولة داعش بين قوسين 2001 بالموصل انقتلوا 40,000 بالحرب، من هذول ال 38,000 زيادة؟ يا أخي أنا أسأل أرقامها منين، من جهات رسمية منين طلعها؟ هاي الجهات اللي طلعت بها البرلمان والوزارة الدفاع ووزارة الداخلية وحكومتك وهي اللي قالتها، وحتى اليونسكو وحتى الأمم المتحدة. أستاذ العزيز هسه أنت مقتنع بأنه الإيران هي الدواعش مص بغداد؟ شنو هو؟ تقبل أنت الدواعش مص بغداد؟ حبيب سألتك سؤال جاوبني عليه. قالوا حبيب أبو شيماء قالوا بالموصل 2001 من داعش انقتلوا 40,000 واحد بس بالموصل، هل 38,000 الطرح من وين؟ يا أستاذ هذا قصف والعدو والقصف شو يسوي؟ شو يتخلف يعني؟ أنت قاعد بمنطقة سكنية ويصير قصف؟ يا قصف هذا حبيبي أكو شيء اسمه بالعسكرية اسمه حرب المدن،
حرب المدن المفروض القيادة الأمنية أو القيادة العسكرية حاطة خطط حتى تحافظ على المدنيين، مو تقتلهم، مو أنت داز لجيش وأنت فرحان بي ويقتل لي 38 ألف واحد زيادة. استاذ اذا انت بالشارع وتجيك طلقه من بيتك يعني شواو عليه لازم تضرب البيت يا ابن عم، هاي شيء باي الحال لازم يعني لازم يقتلون 38000 واحد حبيبي. ال 38000 واحد هاي بس اثناء المعارك، ورا المعارك الفيديوهات اللي طلعت على الحشد وهي تشمر الناس من الجبال ومن البنايات العاليه بلاوي، ورا المعارك لما العالم انهزمت من سطوة تنظيم هم هاربين من عندهم مراضين به وراحوا إلى القوات الأمنية بالرزازة انخطفوا، ورا المعارك لما الناس قامت تهرب وقامت تشوف الجيش جايهم وحست ببارقة أمل أنه أكو واحد جاي ينقذهم، قاموا يفصلون الزلم عن النسوان ويأخذون الزلم والنسوان يودوهم للمخيمات وأتعس معاملة عاملون النازحين والنازحات وما يعرفون زلمهم ولدهم لحد هاي اللحظة وين. وتجي تشيد لي بالجمهورية الإسلامية، يا جمهورية يا قاسم سليماني، أنا أفرح بدولة ثانية تحارب ببلدي وتدمر محافظاتي؟ والله أتمنى، عندي اتصال من ذي قار أبو حسن. أبو حسن أتمنى تجاوب أخوي أبو شيماء، يعني أنقل لك هذا الشيء. أبو شيماء يقول أني أشكر الجمهورية الإسلامية، أني أشكر إيران وأشكر قاسم سليماني على ما قدمه من جهود لحفظ أمن العراق. أنت شنو ترد عليه؟ حسن من ذي قار. ألو، السلام عليكم. عليك السلام والرحمة أخوي العزيز. أخوي حسن، يعني أبو شيماء يقول أني أشكر جهود إيران وقاسم سليماني على ما قدموه بالعراق لحفظ أمن العراق وحفظ سلامته، وتعرف يعني اليوم العراق ما بي ولا سنتيمتر مدمر. فشنو ردك على أبو شيماء؟ أتمنى أنت تجاوبه. أنا ونعيدة تأييد كامل. شنو السبب دخلت بها دول الخليج هي اللي خربت البلد مو إيران. دول الخليج هي اللي خربت البلد مو إيران. قامت تقتل الأفغاني والشيشاني. أخ حسن. نعم سمعك. أخ حسن. سمعك. منو اللي عنده جيش بالعراق؟ الخليج لا إيران. ها؟ منو اللي عنده جيش بالعراق؟ الخليج لا إيران. إيران ما دخلت؟ ما دخلت في العراق. لازم حضرتك عايش بسويسرا مو بالعراق. لا، إيران ما دخلت أول بداية، دخلت دول الخليج بقبل. أخوي العزيز، يا إيران ما دخلت، هي أكو حكومة. بس لحظة. أخ حسن، إذا أنت بس أعطيني مجال. مو هي أبو شيء ما حكى كلمة. إيران ها؟ ايران يا طلابة سبايكر. قبل اسبوع طلعوا العصايب لازمين 1000 واحد ما ادري ايش قد، وقالوا ذولا ثار مال سبايكر وهاي البدايه. ذولا منو قتلهم؟ ابويا. جاوبني. الوهابية السعودية اللي تدري بيهم كل البيت. شكراً لك. ما أقبل أي تجاوز على أي وطن عربي. العرب كلهم أخوان. مدى أفتهم هذا الدفاع عن إيران المستميت؟ شنو اللي قدمت لنا يا إيران؟ مخدرات، كريستال، إيدز، فلوس العراق باقتها، كهرباء العراق أخذتها، سدت المي عن العراق، جيشها متدخل بالعراق، حكوماتها متدخلة بالعراق، دمرت ثلث مدن العراق دمرتها. شنو اللي قدمته إيران للعراق بحيث أنتم تدافعون عليه بصورة هاي؟ أتمنى يجاوبوني المتصلين. ثاني عندي حسن من ذي قار وأبو شيماء من بغداد. أبو ياسين من ديالى ويانا، حياك الله يا أبو ياسين. حياك الله الغالي، حياك المحترمين. حبيب قلبي. أنا عندي كل جرعة كل شجاعة جاوبون دول اثنين أصلهم. نعم. أبو شيماء مو أول ولا آخر مرة، هو هذا فيه من جهة إيران، ما أدري هو ناقب إيران من صفقة إيران أو من إيرانيين أو من ناقب سليماني. هذا الدفاع مال مستميت على إيران. شنو إيران؟
يعتمد على الصومالية يومية. أما أنت يا حسن 100 شاب متظاهر من الأبطال على الصدور قتلهم بالذيقات، ليش؟ لأن هذا أرض القادسية، قادسية الأولى. فهذا الكلام لا يقشمركم الإيرانيين واتباع إيران، هذا الأمر واضح. أنتم العراقيين لو إيرانيين احتونا، أنا جاي ندافع عن الساحة العراقية. أي واحد عنده قطرة من الشرف خليه يكون ضميره مع العراقيين. يعني أنتم ما يحزنكم هاي مع الشهداء، ما يغيركم هذا الدماء الشهداء، لأن الشباب الحلوة قاعد تنقذ الدنبال جاي يقتلوا الإيرانيين. وانتم لو عندكم عقل نظرا من الاخر قاسم سليماني هو مطلوب دوليا، ولكن امريكا انهت موضوع مشروع بالعراق وقتلوه. هذا العملاء الخلا هذا مصيرهم، نفذ مشروع الامريكا وقتلوه تادوره بالمطار، وكلكم تعرفون من اللي قتله بالمطار، لا وهابيه ولا دوله، عشان ما دافع عن السعوديه. ولكن انا عندي كلام من حد 9/6، هو جيش المالكي يستهين بالموصليين ويستخدم معهم السلام الطائفي والمقيت، حتى اما الدول ما خصه من عنده، لان هو انسان حقير طائفي ايراني مجوش فاقد. فلهذا هو فتح المجال للدواعش حتى ينتقمون من اهل السنه، وكل واحد عنده عقل يعرف من هم الدواعش. الدواعش صنيعه ايرانيه امريكيه، وهذا اخي هذا الخطه معده مو تاليا. بعدين هاي الفتوى المزعومة هو دفاعا عن أنفسهم فقط. وهذا أقول له حسن أنه من قال الأفغانيين حي كامل للأفغانيين تحت خدمة المرجعية بالنجف، كهرباء على الطوارئ، فول وتبريد وخدمات بفلوس على بيت الرسول الكرام. هذا السلطاني يدعم هذا الأفغانيين، لا تقشفون أنفسكم بأنه جيشانيين وأفغانيين. لا هذا موضوع إيران واضح. عزيزي اسمع لي أسأل، فهذا الموضوع ما تعبرون علينا. هو الفتوى ما تدفع عن المرجعية، دفاع عن ما تدين. لو ما كانت الفتوى ما تحقيقية خلي اليوم يعني الفتوى دفاع عن العراق من تركيا أو من إيران أو من الكويت اعتصم للبصرة، فهو مستفيد معشش على أمال على بيت الرسول ويعمل بها الإيران. ولو عندكم قصر من الشرف تخلون المرجع عراقي ومو ايراني، مثل افغاني مثل باكستاني، خلوا مرجع عراقي ويتبجعون يقول هذا مرجع للشيعه. نعم اذا مرجع شيعه خلوا يقعدوا بلبنان، خلوا يقعدوا باي دوله، ايش معنى معشش على الحسابات المقدسه ياخذ بهاي الاموال؟ احنا عقول نيره نفهم. فهذا موضوع المرجعيه خلوا على طبعه، وقاسم سليمان خلوا على طبعه، ارفعوا رايه العراق. العراق مستباح لايران، ايران طول وجود بالعراق، دمر قتل شبابكم، بس اسس التناوب موضوع الغربيه مبلشه بالفرات الاوسط وبالجنوب. هاي الناس الابطال الثالث الحقوق ولا قاعد تقتلها ايران. مو كلكم تدرون هذا الدين العمليه الكبيره هي السفاره الايرانيه ومحمد رسول الثاني. فما تقشمرون قشمر عزيزكم يا ديون مال ايران. هاي الوهميه اعتذر منك ابو ياسين. ابو ياسين من دياله شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا، بس عندي جرافيك مهم اريد اطلعه وعندي اتصالات ايضا، بس اتمنى من الاخوه المتصلين ينتظرونه، واتمنى من المشاهدين يبقون ويانا. فاصل قصير ونرجع لكم. We'll be right back.
الرافدين لأننا حضارة. هاي جماعة الحشد شوفوهم تعرفون وين العالم؟ شوفوهم هاك شلون يرمون على العالم باو. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم. مشاهدينا الكرام، احنا سمعنا المتصلين قبل الفاصل، وايضا موضوع الحلقة هو الموصل. الموصل ليش سقطت وشنو السبب اللي ادى الى سقوطها ومنو المتسبب بسقوطها، وليش لليوم اللي تسبب بسقوط الموصل ما حد حاكمه او ما حد قدمه للعدالة، وليش المواطن هو الوحيد اللي دا يدفع الثمن. مثل ما طلع لنا ابو شيماء ويقول قذيفة عادي قصف يعني خلي موتون، شنو يعني. ابو وطن من لندن حياك الله. حياك الله، تحياتي لك والمشاهدين قناه الرافدين. حياك الله اخوي. اخي اقول لله درك يا عراق. نعم. اقسى ما يدمي القلب بعد الاحتلال هو سماع هؤلاء المجرمين اللي يحكمون حاليا بالعراق بين قوسين، حتى نوصفهم وصف دقيق جدا، انغولة خميني. يعني يتبجحون يقولون تحرير الموصل. يا تحرير هذا اللي تقتل لي أكثر من 40,000 شخص وتدمر المدينة بالكامل أكثر من 80-85%، هو هذا تحرير لو تدمير؟ ولماذا الموصل بالذات؟ لأن الموصل هي المدينة اللي خرجت الضباط المعروف، هي الموصل أكثر مدينة بالعراق فيها ضباط في زمن الحرب العراقية الإيرانية وقبلها وبعد. هؤلاء الضباط اللي أذاقوا خميني الدجال كأس السم، فلا بد من الانتقام من هاي المدينة. وعن طريق من؟ عن طريق صنيعتهم داعش. العراق إلى حدود ويا إيران أكثر من 1180 كيلومتر. أشو ولا مرة شفنا أفد عملية موجودة بإيران. شنو هي إيران مثلا؟ دولة عظمى وما قدروا يخترقوها؟ ولا فد مرة شفنا عملية بإيران؟ ولا مرة شفنا اختراق بإيران؟ ليش؟ هاي واحدة. بالنسبة للمتصلين هذول الناس الحشاك ما نعرف كيف نوصفهم يعني. إيران وإيران، شوف يعني حتى الوصف الجمهورية الإسلامية. ليش الجمهورية الإسلامية بالذات؟ ليش كلمة الجمهورية الإسلامية؟ لأنهم مو إسلاميين، يريدون يضيفون هاي الصفة، لأن يعرفون نفسهم هي لا دولة إسلامية ولا لها علاقة بالإسلام، هي دولة قومية، دولة قومية لها مصالحها القومية وقاعد تسعى إلى تحقيقها باستخدام هؤلاء الإمعات الجهلة السفلة. وفي حال نفذت مشروعها راح ترميهم حشتام رمية الكلاب، مثل ما اشترتهم برخص تبيعهم برخص. فانت يا فلان ويا فلان اللي جاي تدافع عن ايران، مدافع عن ابن ولايتك ابن الناصريه، هذول الابطال اللي جاي يتظاهرون وجاي تقتلهم ميليشيات ايران، جاي تدافع عن ايران؟ لعد ايش قد شريف انت؟ ايش قد اصيل؟ يعني انسان يدافع عن قاتل اهله بس، هي هاي الكلمه تنقال عنه وكافي. بس تدافع عن قاتل اهلك؟ شنو من شرف عندك انت؟ شنو من شرف؟ لكن فاقد الشيء لا يعطيه. نعم. حسبي الله ونعم الوكيل. شكرا لك ابو وطن. سيد مينا الحويجه حياك الله يا سيد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك استاذ اسد؟ هذا بيك اخويا. والله يا استاذ اسد هاي حكومة الشيطانية. نعم. والله على ابو قاسم سليماني، لا ابو حد قاسم سليماني، حكومة مصر ايرانية. نعم.
واسوي طلع يقول الماس هذا الماس كله دفعه كله الميليشيات دفعتها. نعم. حياتي القاتل الله يديه. شكرا شكرا لك اخ سيد. بالنسبة إلى أبو شيماء سألني سؤال قال لي من وين جبت الرقم مالتك؟ حبيب قلبي أكو تصريح الهوشيار زيباري مع إحدى الصحف إحدى الصحف العالمية قال بي أنه عدد القتلى أثناء المعارك فقط 40,000 شخص. والأعداد الرسمية اللي موجودة عند الأمم المتحدة وعند اليونسكو وعند اليونيسيف وعند كل المنظمات قدرت القتلى بعد انتهاء المعارك بشكل رسمي أكثر من 100,000 واحد. ادخل على الأرقام وطلعها. علماً أنه وزارة الدفاع الأمريكية قدرت الأعداد اللي موجودة من التنظيم أقصى حد 5,000 واحد بالمدينة. والقوات الأمنية اللي دخلت ما يقدر ب100,000 إلى 120,000 مقاتل ما بين جيش وحشد وتحالف. 120,000 واحد قدام 5,000 واحد. انكتلوا قدامهم 100,000 واحد. 100,000 واحد من المدنيين العزل. ولما نحكي ونقول نريد حق هالمدنيين تسمعون الآراء اللي تحكي. أبو ذو الفقار نينا وحياك الله يا أبو ذو الفقار. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحياتي أخي العزيز. حياك الله أخوي العزيز. العاملين وإلى مشاهدي قناة الجبارة البطلة. أخي العزيز بالنسبة لهذه ما يسمى بهذه الحكومة الموالية لإيران. نعم. فإن أمثال هؤلاء أبو شيماء وحسين الشياط وحديات وكل من شارك في تدمير الموصل هم ديور وخونة وحتات أتوا إلى العراق من أجل تدمير البلد صناعيا واقتصاديا وليمدح وليقوم بمدح إيران وغير إيران. والله إنهم خونة وجبنة ومو راضين من حليب العراقيات. والسلام عليكم. شكرا شكرا لك أبو ذو الفقار. بالنسبة إلى رسائل واتساب اللي وصلتنا للبرنامج نطالب بالعفو العام لا انتخاب إلا بتبييض السجون. نداءنا إلى كل الشرفاء ارحموا حال الأمهات نريد عفو عام. السلام عليكم أستاذ أفل. داعش مو موجود داخل اللا دولة هم كلهم مسؤولين أدها. رسالة أخرى تحياتي كادر القناة المحترم نحن عوائل السجناء نطالب بالعفو العام والله تعبنا حسوا بهاي الأمهات الأطفال الزوجات خلوا عندكم شوية ضمير. كل الدول انطت عفو عام إلا العراق ليش غلط صحيح أعطوا هم فرصة الخاطر أطفالهم وأمهاتهم وزوجاتهم والله تعبنا الله أكبر عليكم. السلام عليكم أريد منكم أن تتكلمون عن هيئة الضرائب بالبصرة أكو بنايات من سنة 99 ما مصححين جنس البناية وباقي اسمها بالضريبة بأنها عرصة وبالحقيقة هي بناية ومأجرتها الدولة ككوفي شوب بالجبيلة إن شاء الله. السلام عليكم أخي أفل نطالب بالعفو العام عندي أخويا محكوم إعدام وهسه موجود بسجن الحوت والله بري ومظلوم نطالب بالعفو العام شنو ذنب هاي الشباب مظلومة والله كلها أبرياء راح الظلم بسبب ناس ما تخاف الله سوالكم زينة خلي العالم سوولكم زينة خلي العالم تدعي لكم بالخير ونفذوا القانون وطونا عفو عام. السلام عليكم يا أفضل قناة عراقية وعربية قدر العراق بيد اليهود العالم في إسرائيل والدول الكبرى التي دعمت إيران وميليشياتها وفتحوا لإيران كل أبواب الدول العالمية قضية سقوط الموصل بيد العملاء لإسرائيل وعملاء إيران هل من المعقول أن أهالي الموصل يبيعون محافظتهم لداعش لتتهمهم الميليشيات أمثال الأعور وكل من شاكلته لتروج أنهم باعوا محافظتهم لداعش كما اتهموا الفلسطينيين ببيع عقاراتهم لليهود ليثبتوا أن الحشد حرر موصل ليحتلها لتدخل إيران فيها مؤقتا لتسيطر عليها ثم تنسحب إيران من الموصل لتسلمها إلى اليهود مقابل تسليم محافظات أخرى لإيران مستقبلا سواء كان في العراق أو خارجه. السلام عليكم نكبة الموصل يتحملها نور المالكي
واللطامة يحبون إيران. السلام عليكم أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة أستاذ وللجميع. أستاذ، العراق في حالة حرب مع إيران وأمريكا والعملاء. نعم، إيران قدمت الكثير من المنجزات للعراق وشعبه، تدمير الحرث والنسل والدين والقتل على الهوية والطائفية والحشيشة والمخدرات والفساد المالي والأخلاقي وسرقة المال العام. هذه هي منجزات هؤلاء العملاء، والحبل على الجرار، واللوم يقع على الشعب العراقي، هو يتحمل مسؤولية هذا الوضع، وآن الأوان للتخلص من هؤلاء الأوباش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، لجنة تقصي الحقائق في سقوط الموصل النيابية طلعت وقالت وأثبتت أن نور المالكي متورط بسقوط الموصل، و35 مسؤول حكومي على رأسهم نور المالكي، سعدون الدليمي اللي كان وزير دفاع، وعلي غيدان اللي كان قائد القوات البرية، ومهدي الغراوي اللي كان قائد قوات نينوى، وإضافة إلى مجموعة آخرين وصل عددهم إلى 36 شخص، هم المتهمين بتسليم الموصل إلى داعش دون قتال وفقا لتقارير دولية. هذا ما نقلته وكالة رويترز أيضا. لكن لجنة الحقائق أو لجنة تقصي الحقائق النيابية لما وصلت لهاي النتيجة، لا جابت نور المالكي ولا مهدي الغراوي. أصلا مهدي الغراوي أطلقوا سراحة وياته عايش مرتاح ويسوي لقاءات بالتلفزيون وما حد يحكي وياه، وهو متهم بخيانة عظمى. فسقوط الموصل أكو هواية متسببين به، وأكو هواية منتفعين به. المدينة دمرت والناس دمرت، واللي دي يدفع الثمن هم الأبرياء، ومع الأسف أكو من يدافع عن إيران. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باشر. في أمان الله.